مع حلول شهر رمضان تنتعش الكثير من الأعمال والمهن في مدينة الموصل، منها صناعة المعجنات والحلويات التي تعرف المدينة بها والتي يصبح الإقبال عليها كبيرا طوال أيام شهر رمضان. يسعى الناس فيه إلى شراء الحلويات، وذلك يعني تعويضا النقص بالسكريات اللي بأجسامهم، وأنه الصايم تعرف دائما يشهى أنه يأكل أشياء طيبة. والموصل من زمان يعني مشهورة بصناعة الحلويات والمعجنات بأنواعها. وبعيدا عن الحلويات والمعجنات، التقينا العم سعد الله في الموصل القديمة حيث يبيع شراب السوس الذي تشتهر به المدينة، عربة صغيرة تصبح محطا للأنظار طوال أيام الشهر الفضيل بسبب ما يمتلكه هذا الشراب من فوائد صحية. أنا تقريبا 50 سنة 50 سنة ما كثير يعني بس عندي شطارة بس بالقهوة لا من زمان، بس في السوس أنا أقول لك عندي شطارة أشد واحد يعني. هسه أنا مشهور بالسوس أجد مما مشهور بالقهوة، أنا تعرفني يعني. ومن شراب السوس إلى عصير الزبيب أو كما يسمى محليا بشربة الزبيب، فهذا هو سيد العصائر على مائدة العائلة الموصلية في كل رمضان، ولا يخلو بيت منه طوال أيام الشهر. مدينة الموصل مشهورة بشربة الزبيب، يعني مشهورة بالشربة بس خاصة بشربة الزبيب، فأهل الموصل متعودين أنه الشربة الرئيسي وجبة الإفطار هو شربة الزبيب. ورغم تحديات الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا، يحاول الموصليون الحفاظ على عاداتهم في أيام رمضان لتبقى نكهتها مرافقة لهم حتى وإن غيبتها قليلا مصاعب الحياة. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.